ولا يفل الحديد إلا الحديد. لمسة إلى فرج الهيب، النجم الكبير والجميل لكرة القدم الكويتية فرج الهيب، يلعبها للأمام فرج، واحد اثنين والثالثة وين؟ والثالثة وين؟ كما ذكرت عنوان للمتعة، للمهارة، للاستطراب الكروي أوكوشيا، كل الطرف، كل المهارة. يا سلام، الكرة عائدة إلى فرج الهيب، الانطلاقة من جانب فرج، يلعبها لتوتي، هنا ترب في المرمى فرج الهيب، التقدم. يا سلام، تعود مجددا جي جي أوكوشيا، يلعب الكرة جي جي أوكوشيا، ما زالت مع أوكوشيا، هنا الاستلام أمامنا ومحاولة للمرور، كرة داخل منطقة الجزاء. يا سلام يا أوكوشيا، يلعب الكرة مباشرة فرج الهيب، ملعوب الكرة من جانب فرج داخل منطقة الجزاء، والهدف الثالث لجيجو أوكوشا، اللاعب هنا التقدم للأمام والكرة العرضية. يا سلام، رباعية، رباعية في الشباك، يبحث عن توتي، تمر الكرة والانطلاقة في الأمام، هنا الفرصة الحاضرة أمامنا، فرصة حاضرة أمامنا، ومحاولة داخل منطقة الجزاء، والهدف يأتي، أخيرا يأتي الهدف، أخيرا يأتي الهدف، محمد المنصور يضعها في المرمى أخيرا، وكأنهم ملوا، قالوا خلاص، إلى متى الاستعراض يا كوشا، إلى متى المهارة والمتعة طارق التايب، كفاية ولا بد من التسجيل. روح جميل الذي نراه حتى بين نجوم الكويت السابقين. هنا كرة ملعوبة وقضي الأمر وحسم الأمر، فريق زين، فريق توتي.